وهذا سائل يقول: من أي الأيام أفضل عند الله؟ هل العشرة الأواخر في رمضان أم العشرة الأولى من شهر ذي الحجة؟ كلاهما أيام فاضلة، عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، كلاهما أيام فاضلة، وكل عشر منهما له فضائل خاصة. ولكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، تفاوت في الليالي والأيام، فليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان.